عندنا ندعم بل ونتبنى برنامج تميز باعتباره المتمم والمكمل لكل هذه الجهود، ونشكر كافة المؤسسات والخبرات التي انضمت في إطاره لتصنع منه برنامجا استراتيجيا يحقق أهدافا وطنية وتنموية مستدامة. برنامج تميز برنامج منوع بيشتغل على عدة جوانب بصقل شخصية الطالب والشاب، بيشتغل على إنه إحنا لما بنجرب تجارب جديدة بالفعل لازم نكون مميزين فيها. علمني إنه التميز هو أسلوب حياة بيرافقني، مش بس نجاح ومش بس خوضي لتجارب جديدة، لا بالعكس أنا لازم أكون مميزة بكل نقطة أنا بشتغلها وأنا بخوض فيها. التميز أضاف كتير على حياتي، سواء كان من تجارب اللي خضناها، من المهارات اللي تعلمناها، كان في تجارب غريبة ممتعة مشوقة. اشتركنا بمعسكر أمن الوطني، رحنا كنا نزور شركات، كنا نزور مصانع، يعني في أشياء كتير كانت بتضيف، يعني حتى لو الواحد كان عنده خبرات بس هذا النوع من الخبرات إحنا ما جربناه سواء كان بجامعاتنا أو بحياتنا العملية. أنا أحد أعضاء برنامج تميز 4، البرنامج اللي أضاف للعديد من المهارات والخبرات، منها المهارات القيادية اللي اكتسبتها في تولي منصب رئيس بلدية بتونيا ليوم واحد، وأيضا ساعدني على تسويق نفسي في سوق العمل ووسع مجالي وإدراكي في التفكير في المستقبل إيش راح أكون. برنامج تميز من وجهة نظرنا في جامعة بير زيت هو برنامج ناجح ويشكل نموذج نأمل أن يحتذى وينتشر فيما يتعلق بالعلاقة ما بين المؤسسات الأكاديمية من ناحية وما بين مؤسسات القطاع الخاص من ناحية أخرى. من خلال مشاركتي في برنامج تميز عملنا كفريق جامعة القدس المفتوحة مبادرة مجتمعية مع الأطفال اللي كانت في قرية الشباب. قدي حسيت أنه النوع هذا من المبادرات المجتمعية له كتير دور كبير في تعزيز قيم ومبادئ إحنا محتاجينها في مجتمعنا الفلسطيني، زي قيمة التطوع الخالصة، التعاون، العمل ضمن فريق، العمل مع كل فئات المجتمع بغض النظر عن الحالة الاجتماعية أو عن العمر. لا أبالغ إذا قلت أن الطلبة كمجموع، الطلبة الذين شاركوا في تميز 3 يعني تميزهم عن غيرهم من الطلبة بسهولة، سواء أكان ذلك في يعني شخصياتهم أو مهاراتهم أو تفاعلهم على مستوى الجامعة. كانت هذه فرصة كبيرة أن أنا أشارك في هذا البرنامج لأنه طور من قدراتي وعزز من شخصيتي، وبيربط ما بين حياتي العملية وما بين حياتي الشخصية في كل مبادرة في كل فعالية إحنا بنروحها، فهذا الإشي كتير منيح لإلنا. سعيدة جدا كوني إحدى المشاركين في برنامج تميز الموسم الخامس، مبسوطة كتير حتى ومتحمسة إني أشوف كل الفعاليات والنشاطات يلي رح نعملها في هذا البرنامج على مدار السنة، يلي قدرت من خلاله في خلال 4 لقاءات يلي أخذتهم إني أكون صداقات جديدة، أتعرف على ناس ما كنت أعرفهم من قبل. أنا متفائل جدا بمشاركتي ببرنامج تميز للموسم الخامس، متشوق كتير للفعاليات والأنشطة اللي راح يقوم فيها، حاسس إني راح كتير راح أتطور شخصيتي وأسلوبي في التعامل مع الناس خلال الأنشطة اللي راح أتعلمها في خلال الموسم الخامس. من خلال مشاركتي في برنامج تميز الخليل خضت العديد من التجارب، أجمل هاي التجارب كانت مشاركة في المعسكرات الخارجية والتدريبية اللي سمحت لي في إني أطور شخصيتي بشكل أفضل كتير، بعدين تعرفت على ناس كتير من جميع الأماكن في فلسطين. نحن في الجامعة نراقب وننظر إلى هذه المجموعة من الطلاب باعتبارهم مجموعة ريادية سوف يقوموا أيضا بنشر الطرق التي تدربوا عليها وأيضا ما استفادوا من البرنامج إلى زملائهم في المجموعات الأخرى. تميز هو مش إنها تجربة بدي أعيشها لمدة سنتين أو خلال سنتين بس بدي أعيشها وأنساها، تميز عم بعزز قيم فيي لأعيشها لمدى حياتي للمستقبل لحتى إني أقدر أورثها لأولادي، لأنه أهم إشي مش إنك تأثر برضو على المجتمع الكبير، حلو تأثر على المجتمع الصغير اللي هو الأسرة. برنامج تميز ساعدني من خلال هاي السنة وتدريباته إني أتحلى بالثقة والقدرة على التواصل، بحيث إني أنا أتعامل مع أي موقف جديد بكل مرونة. على الطالب أن يستفيد من هذه التجربة الأساسية في التميز والإبداع، وأن يكون نقطة انطلاق لديه
في بالإضافة إلى العمل الأكاديمي والتعلم الأكاديمي الاهتمام بما يقدمه برنامج تميز من أجل بناء شخصية الطالب، من أجل بناء مواهب الطالب، من أجل الاهتمام بإبداعات الطالب.